وأما حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند أبي داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: وتفترق أمتي على 73 فرقة. هذا الحديث بعض العلماء طعن في سنده وفي متنه، وربما بعضهم طعن في سنده من أجل متنه. والحكم على هذا الحديث من حيث السند كالتالي: هذا الحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وصححه الترمذي، ولذا من يضعفه يقول: لم ترد فيه جملة كلها في النار إلا واحدة، قالوا لم ترد من حديث أبي هريرة. والجواب عن هذا لأن ابن حزم رحمه الله يضعف هذا الحديث، وهو معروف بشدة نقده، فكيف إذا انفرد؟ فإن الحفاظ أعظم منه في هذا الفن ممن صححه. وجملة كلها في النار إلا واحدة وردت من حديث معاوية رضي الله عنه، قال: وواحدة في الجنة وهي الجماعة، قال: وواحدة في الجنة وهي الجماعة، كما عند أبي داود وغيره. وقد حسنه ابن حجر رحمه الله وصححه كما هو معلوم الذهبي، وصححه قبله شيخه شيخ الإسلام رحمه الله، قال شيخ الإسلام رحمه الله: هذا حديث صحيح مشهور. وهناك طرق أخرى كثيرة تسند هذا الحديث، طرقه كثيرة جدا، لكن ليعلم أن الحديث قد قلب متنه بلفظ: تفترق أمتي على 70 أو 71 فرقة، كلهم في الجنة إلا فرقة واحدة. قالوا: يا رسول الله من هم؟ قال: الزنادقة وهم القدرية. ولذا أورده العقيلي وقال: ليس له أصل، ولكنه لا يصح، وحكم عليه الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة بأنه موضوع، الذي هو اللفظ المنقلب، لكن اللفظ الذي مر معنا فهو أيضا صححه رحمه الله. وقد جاء الحديث كما أسفنا من حديث أبي هريرة، وحديث معاوية ذكر الزيادة المذكورة، وكذلك أنس رضي الله عنه لحديثه طرق، أوصلها الألباني رحمه الله إلى 7 طرق تدل على ثبوت هذه الزيادة. فلا اعتداد إذن بحجة من يضعفه من حيث السند، أما تضعيفها من حيث المتن وهو مما جر بعضهم إلى أن يقول بضعف الحديث من حيث السند، أن قول هي في النار إلا فرقة، هذه الأمة من المعلوم أنها خير الأمم، والمرجو أن تكون نصف أهل الجنة كما جاءت بذلك الأحاديث. فالجواب عن هذا باختصار أن الأمة، من هي الأمة قديما وحديثا؟ هم عموم الأمة، فأخرج من هذا الحديث عوام الناس وما أكثرهم، فليسوا بداخلين في هذا الحديث. وهناك قسم عد نفسه من الفاهمين ويروج وينشر كلام هؤلاء المبتدعة من غير ما يتحقق وأن يبحث، فهؤلاء إما أن يدخلوا من ضمن أهل البدع أو أن يرحمهم الله عز وجل إذا شاء يرحمهم. فدل هذا على أن الفرق المبتدعة ولو كثرت، هذه الطوائف الضالة والفرق المبتدعة لو جمعت كلها ضمن مجموع سائر المسلمين من العوام ونحوهم، فإنهم لا يمثلون شيئا بالنسبة إلى عموم الأمة، فيبقى فضل هذه الأمة من أنها تكون نصف أهل الجنة، أو كما جاء في الأحاديث الأخرى أهل الجنة 120 صفا، 80 من هذه الأمة و40 من سائر الأمم. ومعلوم أن 80 بالنسبة إلى 40 من عدد 120 أنها تبلغ الثلثين. هذه الفرق وإن كثرت فإنها لا تعد شيئا، فيبقى ولله الحمد الحديث سليما لا تناقض فيه ولا تعارض، والله المستعان.